زريح يمكن تكلمنا على المدرسة هذه يعني الفترة اللي نشأت فيها والتعليم اللي كان معروف فيها في مدينة القصر الكبير. مدرسة بدون هي من المدارس المعالم التاريخية اللي عندنا هنا في مديرية تعليم العرايش، فهي مؤسسة اللي تم الإحداث ديالها سنة 1923 في التسعينة ديال 1928، واحد الوفد رفيع جدا بدون التاريخ كتشهد على ذلك. ومؤسسة اللي بطبيعة الحال كانت يعني واحد تراث ثقافي اللي تخرج منها مجموعة ديال الأطر الكبيرة من مدينة القصر الكبير. هذه المدرسة اللي الحقيقة خضعت مجموعة ديال العملية التأهيل، ولكن هذه العملية الأخيرة اللي خضعت لها ديال
ديال التاهيل ف واحد البصمه كبيره على اساس انها تحافظ على الجماليه ديالها وعلى الجانب ديال التراث الثقافي ديالها وفي نفس الوقت تكون مواصفات تقنيه حديثه اللي تستجيب للحاجيات ديال 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 طبيعه ديال التلميذات والتلاميذ. وكما كتشوفوا الصور تتبع ذلك انها يعني كتضمن مجموعه ديال المرافق اللي هي مرافق كما قلت هنا مواصفات عاليه جدا. عندنا فضاءات جميله جدا بالمؤسسه. وما ننساوش هنا على اساس ان واحد المجهود كبير اللي تبذل حقها للسيد المهندس المعماري بطبيعه الحال جميع الاطراف اللي دخلت في هذه العمليه والمديريه الاقليميه اللي حاولت انها توفر لنا واحد المؤسسه كما كتشوفوا من اجمل المؤسسات الان اللي عندنا على مستوى المديريه. الفتره اللي تنشات فيها والنوع التعليم اللي كان سائد فيها الفتره اللي التاريخ اللي النشاه ديال بناء هذه المؤسسه يعني التعليم اللي دابا الان عندنا بحق خاصي بدا التعليم الابتدائي وعندنا التعليم الاولي عندنا قسم ديال التعليم الاولي. ما ننساوش بانه يلاه العمليه يعني مؤسسه تحت مؤخرا على اساس ان كان التلاميذ كنتنقلوا للمؤسسه ديال المدرسه ديال الشهيد محمد زرقتوني باش تتم العمليه ديال الاشغال. يلاه دابا الان عاد يعني تم نقل التلاميذ من المؤسسه ودابا التحقوا بالمؤسسه ديالهم. عندنا قسم ايضا ديال التعليم الاولي اللي كيضمن تقريبا 15 تلميذ ولكن غادي بناء على الطلبات اللي غادي تكون ان شاء الله غادي يرتفع هذا العدد. على كل حال فهي كتضمن من المستوى الاول حتى المستوى السادس والمعدل ديال التلاميذ بالقسم كيوصل حتى 30 تلميذ بالقسم. بالتالي يعني كما قلت انا كتوفر على جميع المؤشرات اللي غادي تخلي انهم التلاميذ بطبيعه الحال يدرسوا في واحد الظروف جد مريحه جدا واللي غتقدم تتوفر المديريه على مجموعه من البنايات يعني ذات طابع تاريخي تعتبر معالم يعني او تراث للمديريه. انتم بالنسبه لكم هذا يعتبر يعني نموذج ديال التاهيل ديال المؤسسه التعليميه من هذا النوع. يعني شنو يمكن تقول على يعني الطريقه اللي كتنهجها المديريه يعني فيما عادت تاهيل هذه المؤسسه التعليميه؟ كما قلت انا المؤسسه والمكانه التاريخيه ديالها مدينه القصر الكبير كان واحد التحدي كبير عند المديريه الاقليميه في اعاده بناء هذه المدرسه واعاده تاهيلها باش نخرجوها بواحد الصوره كما قلت انا في نفس الوقت تكون يعني كتضمن جميع المرافق التربويه الضروريه وفي نفس الوقت يعني نحافظوا لها على المعالم التاريخيه وبالتالي واحد المجهود كبير اللي تبذلت انا باش قدرنا ان نخليوها هذه المدرسه كتولي كذاكره مدينه القصر الكبير اللي كتمزج ما بين المواصفات العصريه في اطار المرافق اللي كتضمنها وفي الجانب التراث الثقافي في المعالم. الى لاحظتوا وزاره البنايه غادي تشوفوا بانه جميع المعالم اللي مرتبطه بالتراث الثقافي تم الاحتفاظ بها داخل هذه المؤسسه. وبالتالي تم الاضافه للجانب العصري والحديث اللي كنا باش نستجيبوا للحاجيات ديال التلاميذ. وبالتالي واحد المؤسسه اللي مجت ما بين ما هو عصري في المواصفات الحديثه ديال المؤسسه التعليميه وما هو تراث كما قلنا. وبالتالي باش نخليوها واحد الذاكره كما قلت خاصه ان هذه المدرسه فهي شاهد اثبات على كما نقولوا على واحد الفئه كبيره من الاطر اللي تخرجت من هذه المؤسسه والان اللي كتحمل مسؤوليات كبيره على مستوى المجموع ديال القطاعات الحكوميه وحتى على مستوى القطاع الخاص واللي كانت واحد المنتوج خاص ديال هذا المساعده كله كان واحد التحدي كبير قلنا بالنسبه لنا كمديريه اقليميه باش نحاولوا ما امكن نخرجوا هذه المؤسسه قلنا في واحد الحله جديده كما قلت انا اللي اصبحت من اجمل المؤسسات على مستوى هذا.